إنه البيان الرسمي سند رؤساء الوفود ورؤساء الحكومات و سأقوم بإلقاء البيان النهائي لمؤتمر القمة لخمسة 2021. The summit was hosted in hybrid form تم العقد تم عقد المؤتمر في مؤتمر القمة في جمهورية مصر العربية في تحت بند بناء الصمود ودعم الصمود ومن خلال الدمج الإلكتروني مع ليبيا وموريشيوس ومدغشقر وسيشيل وصوماليا والصومال وتونس ونائب رؤساء ملاوي وزامبيا ووزراء من قوموروس وكونغو والسكرتير العام لكوميسا. كذلك فإننا كان لدينا شركاء في البنود في مناقشة البنود مجلس الاتحاد الأفريقي وممثلي السادك والبنك الدولي وفي في الافتتاح الجلسة قام السيد أندري الرئيس المدغشقر بالترحيب بالجميع وقام بتسليم السلطة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي منصبه وكذلك السيد أندري رامدوجالين ورئيس مدغشقر تولى وظيفة مهام الرابورتور في هذا للفترة المقبلة وقد قال وقت القدم فخامة الرئيس السيسي بعد توليه الولاية القادمة بشكر بتوجيه الشكر إلى السيد رئيس جمهورية مدغشقر وقد شكره بدوره السيد رئيس مدغشقر لمساندتي مع كل من بوروندي ومالاوي وروغندا وزامبيا ووزراء كل من كونغو وكينيا. كذلك فإن الممثلين من المؤسسات الإقليمية قاموا وبعد الافتتاح الرسمي أخذنا علما بتقرير أمين العام حول وضع تكامل الكوميسا وأيضا تقرير مجلس الأعمال وأيضا قامت باعتماد تقرير اجتماع 42 للوزراء وأيضا الاجتماع 17 لاجتماع وزراء الخارجية وأيضا مسألة التعافي للكوميسا وأيضا أخذ علما بالتأثيرات المختلفة الأزمات الاقتصادية للكورونا في جميع القطاعات الاقتصادية وأيضا انخفاض نسبة إنتاج اللقاحات في المنطقة وأثنت على مصر وأوغندا رواندا ودول أخرى التي تفضلت بمبادرات حول إنتاج اللقاح وأيضا دعت إلى التوزيع العادل العالمي للقاحات وخاصة في أفريقيا وقد تثني على الأمانة على المبادرات المختلفة التي طلعت بها للتخفيف من الآثار السلبية لهذا الوباء وأيضا صدقت على إنشاء لجنة صحية للقيام بالتنسيق البرامج الإقليمية في الأمانة اتساقا مع المادة 110 من المعاهدة وحتى الدول الأعضاء الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتعزيز النفاذ للإنترنت وتناول التحديات التي نشأت عن الفجوة الرقمية ودعم أيضا تشريع هذه المجتمعات الرقمية وأيضا دعم الأبحاث في مجال الصحة وغيرها
عليها والبرامج التي تعزز التعافي على المستوى الاجتماعي والصحي، وأيضا أن نقوم بدعم الصمود حتى يستطيع التعافي بطريقة سريعة، حتى الدول الأعضاء على دعم مسألة تطوير اللقاحات واستراتيجيات المفاد إليه والإسراع بنشره في جميع هذه الدول من أجل وجود تعافي مستدام فيها. التقرير السنوي تم إطلاق هذا التقرير لعام 2020 بالنسبة للخطة الاستراتيجية متوسطة الأجل. قامت القمة باعتمادها من 2021 إلى 2025 لكوميسا حول الشؤون القانونية، قامت بتعيين القاضي السيدة سالهوي رانديا سورا كقاضي في قسم الاستئناف برج الاستئناف في المحكمة، وأثنت أيضا على جمهورية تونس للانضمام إلى منطقة التجارة الحرة في عام 2020، وحثت الصومال للإسراع بعملية النفاذ للاتفاقية وأيضا منطقة التجارة الحرة، حثت دول الأعضاء التي لم تفعل ذلك بعد أن تتفضل بالانضمام لمنطقة التجارة الحرة، حثت الأعضاء على إزالة الحواجز غير الجمركية وتناول التحديات التي تتناول قطاع الأعمال. أكدت على دور القطاع الخاص في تعزيز التكامل الإقليمي، وأيضا اعتمدت إجراء وعقد معرض للتجارة، وأيضا أخذت علما بالتقدم الذي حدث في تنفيذ برامج تيسير التجارة بما في ذلك منطقة التجارة الحرة، وأيضا اعتماد برامج التيسير الخاصة بجمارك من 21 إلى 23. أخذت علما بأهمية التجارة بالخدمات، ودعت الأعضاء للإسراع في عملية تحرير قطاع الخدمات في المنطقة حتى نستطيع تعزيز التجارة البينية وتطوير البنية التحتية، ورحبت بالتقدم الذي أجرى في جميع البرامج الخاصة بالطرق والمياه والنقل والنقل المدني وتكنولوجيا الاتصالات وغيرها. أخذت علما فرص بناء القدرات والمساعدة الفنية تحت برنامج القروض الخاص بنك الدولي، وأيضا مشروعات ربط الطاقة في المنطقة، وقامت بتشجيع الأعضاء على اعتماد وتنفيذ أداة التيسير الثلاثية حتى يكون هناك كفاءة في هذه الممرات والطرق، وأن يكون هناك مزيد من المنشآت والبنية التحتية على الطرق، حتى الدول الأعضاء على نشر هذه البنية التحتية الخاصة بالطرق في المناطق التي ليس بهذه الخدمات، حتى نقوم بتقديم الإنترنت اللازم والطرق اللازمة. على مستوى النوع الاجتماعي، أدركت أهمية وجود رقمنا في دعم التجارة وأيضا الابتكار والإنتاج، وبالنسبة لخطة الخاصة بدعم تعميم عنصر النوع الاجتماعي في كل شيء، وأثنت على سواتيني مدغشقر وملاوي وسيشلز على توقيع على الميثاق الاجتماعي، وحثت دول الأعضاء التي لم توقع عليه بأن تتفضل بالتوقيع. قامت باعتماد إنشاء اللجنة الاستشارية للشباب لدعم مشاركتهم في حوار سياسي في الزراعة والصناعة والقطاع الخاص وتطويرها. قامت باعتماد عملية زيادة الانتاج الزراعي وقيمة المضافة والمبادرات الخاصة بذلك لتعزيز هذا على مستوى الأمن الغذائي. قامت باعتماد الإطار القطاعي للزراعة، وحثت الأعضاء على وضع التدابير اللازمة لموائمة هذا الإطار، وأيضا حشد المواد اللازمة التي نحتاج إليها لتنفيذه. وأدركت أيضا أهمية تطوير الاقتصاد الأزرق من خلال تنمية مستدامة متوازنة وحماية للبيئة في منطقة الكوميسا، حثت دول الأعضاء على تكثيف جهودها لمكافحة التغير المناخي بما في ذلك آثاره السلبية والتي تؤدي إلى مشاكل كبيرة على مستوى المناخ، وأيضا أن تقوم بتقديم وتناول المياه وتناول تلوثها، وأيضا عملية الموائمة في ما يتعلق بالمعايير المختلفة الخاصة بالتجارة في الكوميسا. بالنسبة لاتفاقية الثلاثية والترتيبات الخاصة بها، بالنسبة لهذه الاتفاقية تم إطلاقها في يونيو 2015 في شرم الشيخ في جمهورية
مصر العربية. إذا أدركت أهمية هذه الاتفاقية الثلاثية لحل التحديات الخاصة بالعضوية المتعددة لدول الأعضاء في هذه المناطق الثلاثة، وأن يتم التكامل، وأخذت علما بأن الدول الأعضاء قدموا الصكوك الخاصة بالتصديق، وهي بوتسوانا وبوروندي ومصر وسواتيني وكينيا وناميبيا ورواندا وجنوب أفريقيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي. هذه الدول تفضلت بتقديم أوراق التسجيل. أخذت علما بأن هذه الثلاثية واتفاقيتها بحاجة إلى مزيد من 3 توقيعات حتى تدخل في حيز التنفيذ، والدول الأعضاء التي لم تقم بذلك أن تتفضل بذلك على مستوى الاقتصاد الكلي. أدركت أهمية الإدارة الرشيدة والديمقراطية في الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، وحثت الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز العملية الديمقراطية وأيضا هيكلة المؤسسات حتى يتم الحفاظ على إدارة رشيدة ديمقراطية. رحبت وهنأت السلطة والدول الأعضاء الكونغو الديمقراطية وتونس وبوروندي وملاوي وسيشيلز وليبيا وزامبيا على ذلك. هنأت أيضا على إعادة انتخاب بعض الرؤساء في زيمبابوي وجزر القمر وموريشيوس وأوغندا وجيبوتي وإثيوبيا. عبرت عن تقديرها لانتخاب الكوميسا المفوضين وخاصة لجنة الحكماء لدورهم في دعم عملية حفاظ على الديمقراطية والاستقرار في المنطقة. هناك 3 أعضاء من لجنة الحكماء تم تعيينه في لجنة 21، وهم السيدة داودي من جيبوتي ومعالي السفير راشد من مصر والسيدة إسوا فولومندروسو من مدغشقر. بالنسبة للاستقرار والسلام، رددت أهمية الأمن والسلام لوجود مناخ تمكيني للأعمال والتنمية المستدامة، وأن هناك تكامل ناجح في المنطقة، وأثنت على توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا، وأثنت أصحاب المصالح التزامهم على استتباب السلام في البلاد، ورحبت بخريطة طريق من خلال منتدى الحوار الليبي من أجل وجود انتخابات رئاسية تتزم بالعدل في عام 21 ديسمبر القادم، وطالبت جميع الدول لإعادة لتكثيف جهودها لتضمن أن هذه الانتخابات يتم عقدها في موعدها. دعت الدول الأعضاء لاحترام اتفاقية وقف إطلاق النار وأن تمتثل تماما لحظر الأسلحة، ورددت دعوتها لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية أن تغادر ليبيا بدون أي تأخير، وأيضا أثنت على التكامل القانوني، وأيضا أدركت الضغوط التي تمارس على ليبيا، وأدركت أن المسألة لديها حلول سياسية حيث المحلة، ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكوميسا أن تقوم بدعم البرامج الاقتصادية والاجتماعية للشباب. أيضا أثنت على جهود الصومال بقيادة السيد الرئيس، وأيضا الولايات الفيدرالية على وصولهم للاتفاق في 2020 فيما يتعلق بأسلوب انتخابات، وحثت أيضا حكومة الصومال وأيضا الاتحاد الأفريقي أن يقوموا بالعمل هناك تحت مظلة هذه المنظمات حتى تكون هناك عملية شاملة تتناول المكونات العسكرية أيضا مدنية، من في الاعتبار طموحات الشعب الصومالي من أجل وجود دولة تتسم بالسيادة والرفاهة بعد عام 2021. عبرت عن تقديرها للدول المساهمة في الأميسون، بوروندي، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا وأوغندا، للضحايا التي يقدمونها، وأيضا الإسهامات من أجل الاستقرار والأمن والسلم والتوافق في الصومال. ورحبت باتفاقية نوفمبر 2021 فيما يتعلق بإعادة رئيس الوزراء حمدوك في السودان، وتحث
على بذل جهود حتى تصل السودان إلى الالتزام بالجدول الزمني لانتقال السلطة. رحبت أيضا بالعناصر الأخرى ما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بالسودان بما في ذلك استعادة مجلس الوزراء وإطلاق المعتقلين السياسيين. شجعت القادة السياسيين في السودان للإسراع بعملية إنشاء جيش موحد وأيضا صياغة دستور جديد وسيقوم بالنص على الشراكة بين المدنيين والجيش في هذه الحكومة الانتقالية. عبرت عن شواغلها فيما يتعلق بمواصلات القتال في أمهارة وتيغراي وعفرة وهي في إثيوبيا ودعت جميع الأطراف لإيقاف هذه العمليات القتال ويدخلوا في حوار بناء حتى تنتهي هذه الأزمة. أدانت وبشدة الأعمال الوحشية التي قامت بها مجموعات المختلفة المتقاتلة في الكونغو وشجعت أيضا بروندي ورواندا لمواصلة جهودها للتعاون لتحسين الوضع الأمني في الحدود المشتركة. أخذت علما وقدرت جهود الخاصة برواندا والسادك في موزمبيق وكذلك جهود من قبل الدول الأعضاء وغيرها أصحاب المصلحة الإقليمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة. أخذت علما بالأثار السلبية للتغير المناخي وتعدد جهود الأعضاء التي تواجه الأثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الكوارث وحثتهم على وضع آليات للتخفيف والاستجابة لها. عبرت عن دعمها لمدغشقر التي تواجه المجاعة بسبب التغير المناخي في الجزء الجنوبي من البلاد وطلبت من دول الأعضاء والشركاء أن يقوموا باعتماد الأفعال اللازمة لتخفيف آثار التغير المناخي في ضوء أهداف كوب 26. أثنت أعضاء دول الأعضاء والشركاء على دعم الأمن البحري في الجزء الغربي من المحيط وهنأت مصر على اختيارها لاستضافة مؤتمر كوب 27 نيابة عن قتل أفريقيا. بالنسبة للشركاء في التنمية عبرت عن تقديرها لهؤلاء الشركاء للتعاضد وحثتهم على مواصلة دعم الكوميسا. بالنسبة للدعم من الدول الأعضاء وأجهزتها ومؤسساتها وأيضا هيئات متخصصة أخذت علما وقدرت الإسهامات التي تفضلت بها كل هذه الجهات في دعم أجندة التكامل الخاصة بكوميسا. السيد لويد إنكوما، السيد محمد مونتاز، السيدة بيتريس أونكيزا قاموا بأداء القسم والسيدة ماغاسو نواتش كمفوضين جدد للجنة التنافسية التابعة لكوميسا. السلطات قامت باعتماد البيان الختامي كما تم قراءته من قبل الأمين العام الكوميسا. صدر في القاهرة جمهورية مصر العربية في 23 نوفمبر 2021 بصدر باللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية وثالثها النصوص الثلاثة هي بنفس المستوى من المشروعية. شكرا جزيلا.